بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. التجويد وعلوم القرآن. مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعله هداية للناس، وأمرنا أن نتقرب إليه بتلاوة ألفاظه وفهم معانيه وإقامة حدوده. وصلى الله على سيدنا محمد الذي نقل إلينا القرآن عن الله عز وجل ولم يزد فيه حرفا ولم يغير منه شكلا وما نطق عن الهوى، ورضي الله عن أصحابه الذين حفظوه في الصدور وفي السطور وكان أعز عليهم من أرواحهم، ثم نقلوه إلينا كما أنزله الله تعالى. أما بعد، فإنه لما انتشر الإسلام في أقطار كثيرة لا تعرف اللغة العربية وتكلم بالقرآن أقوام لا تستقيم ألسنتهم بحروفه كثر اللحن والخطأ، فخاف علماء المسلمين عليه من التغيير والتحريف، وقام بعضهم بوضع أصول وقواعد تضمن صحة النطق بالقرآن وسموها علم التجويد. وقد أفادت هذه القواعد في المحافظة على كتاب الله حتى وصل إلينا سليما من التحريف عبر القرون. وصدق الله إذ يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. غير أن بعض المتشددين والمرتزقين من تلاوته قد بالغوا في هذا الفن وعقدوا على الناس فهمه، ووضعوا في ذلك مؤلفات كثيرة وأشعارا وشروطا ما وردت في كتاب ولا سنة، حتى قال بعضهم: والعلم بالتجويد حتم لازم. وحرم بعضهم التلاوة على من لم يحفظ أصول التجويد، وهذا التشديد باطل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن يتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. حاشية. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث عائشة، المعنى أن له أجر التلاوة وأجر المجاهدة في طلب التعلم. انتهى. عود إلى الأصل. والله تعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر، فانصرف الناس بسبب هذا التشديد إلى الأوراد والأدعية وتركوا تلاوة القرآن خوفا من الغلط فيه، مع أن قراءة القرآن أفضل العبادات على الإطلاق. وفي مقابل ذلك طالب بعض العلماء بإلغاء هذه الصناعة مطلقة والاستغناء عن علم التجويد اكتفاء بالاطمئنان والخشوع ومحاولة التعلم كما كان الحال في صدر الإسلام، ولأن هذه القيود الكثيرة أصبحت تشغل القارئ عن إدراك المعنى الذي هو المقصود، بل إنها خرجت بالقراءة إلى درجة التحريف واللعب بكتاب الله والرياء والسمعة كسائر الأغاني، وذلك من أكبر المعاصي. ومع ما في حجة هؤلاء من وجاهة، إلا أنه نظرا لبعد عهد الناس بالعربية الفصحى والاختلاف الواضح بين اللهجات في الأقطار الإسلامية تأثرا بما طرأ عليها من استعمار وهجرات وجوار، فإننا نرى أن قواعد التجويد الأساسية لازمة ونافعة وخاصة للمبتدئين، بشرط اجتناب التعقيد والمبالغة التي أخذت على المتشددين من المتقدمين. وعلى هذه القاعدة قمنا بوضع هذه الرسالة، مراعين فيها إعطاء مقياس سهل واضح واستبعاد ما لا ضرورة له كالإشمام والاستفال والاستعلاء ومناطق إخراج الحروف ونحو ذلك، تحقيقا للنفع ودفعا للتعقيد، كما صدرنا هذه الرسالة ببعض ما يتعلق بالقرآن الكريم مما لا غنى للمسلم عن معرفته. ونأمل أن يلاحظ معلم التجويد ما يأتي: أولا، إشعار التلاميذ ببساطة التجويد وأنه يخضع للذوق، بحيث يعتبر مجودا كل من أحسن الأداء ولو لم يتعلم من هذه القواعد شيئا، لأن التجويد ليس إلا تسجيلا لقراءة شخص متقن للتلاوة. ثانيا، ألا يكلف الطالب إلا بحفظ المهم جدا من هذه القواعد
وينبغي أن ينصب الاهتمام على تدريبه حتى يكتسب العادة. ثالثا، ولا يكتفي المعلم بالأمثلة الواردة هنا، ولكن يطبق القواعد على المصحف ذاته لينقلهم إلى الواقع المطلوب في المجال الواسع. وقد لاحظنا أثناء إشرافنا على تدريس هذه المادة أن بعض الأساتذة استطاع بلباقة أن يجعل تلاميذه يلمون بكل أحكام التجويد في 4 حصص لا غير، ثم كانت باقي دروس العام تمرينات يملأها سرور التلاميذ بفهمهم لهذا الفن الجميل. ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للخير. عبد البديع صقر، 10/1/1389. الباب الأول، بعض علوم القرآن. آداب التلاوة للقارئ. يستحب لقارئ القرآن أن يكون على وضوء عند قراءة القرآن، هامش. وقال بعضهم بوجوب ذلك لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر، والأدلة على هذا كثيرة. انتهى. عود إلى الأصل. ويحسن له أن يجلس بهيئة حسنة مستقبلا القبلة في مكان مناسب، وأن يقرأ بخضوع وخشية وتمعن، وهو منصرف بقلبه وحواسه للقراءة، فلا يعبث بشيء ولا ينشغل عنه بشيء. وأن تكون قراءته احتسابا لوجه الله، فلا يطلب عليها أجرا، ولا ينافس بها أحدا، ولا يقصد بها إرضاء الناس، ولا يتلاعب بالآيات. ويحصل به أن يراعي ظروف السامعين، فلا يطيل عليهم فيسبب لهم الملل، أو يزعجهم برفع الصوت، خصوصا عند وجود مريض، أو عند من يدرس العلم، أو عند راحة الناس، بل يختار الأوقات والمناسبات التي تكون النفوس فيها نشيطة مستعدة، حتى لا يكون ممن يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. ويكره له قطع القراءة لشيء من أمور الدنيا، كما يكره له أثناءها تناول الطعام، ويعفى من رد السلام، لأن ما هو فيه أفضل إذا وجد من يقوم بواجب رد السلام. كما يحصل به أن يفسر بعض الآيات للسامعين، أو أن يوضح ما يعرض فيها من أحكام إن كان من أهل العلم. آداب التلاوة للمستمع. ينبغي للمستمع أن يستمع بأذنه وينصت ويخشع بقلبه، لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولا يجوز لمستمع القرآن أن يعلق على التلاوة بعبارات من عنده، كقول بعضهم الله الله يا شيخ، أو أعد أعد، أو نحو ذلك، لأننا نحن أقل من أن نصدر أحكاما وتعليقات على كتاب الله، وكل ما يطلب منا هو التدبر والخشوع. ويمتنع الشراب والطعام في مجلس القرآن إلا لضرورة، كما يمتنع التدخين والضحك وكل ما يذهب بوقار المجلس، على أنه يجوز للمعذور أن ينصرف من مجلس القرآن دون إعراض قلبي عنه. ويحسن أن يغلب على مستمع القرآن الحزن والخوف، وأن لا يستخفه الطرب وحسن الصوت، لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتموه أو سمعتموه فابكوا، فإن لم تستطيعوا أن تبكوا فتباكوا، أي أظهروا البكاء. سجدات التلاوة. هناك مواضع في القرآن الكريم إذا قرأها الإنسان أو سمعها فعليه أن يخر ساجدا لله تعالى إن كان على وضوء، لأنه يشترط فيها ما يشترط في الصلاة، وهي 14 سجدة، ولها علامات في هامش المصحف. وكيفية ذلك أن تستقبل القبلة،
وتنوي بقلبك سجود التلاوة ثم تسجد سجدة واحدة وترفع رأسك وتسلم عن يمينك، ويستحب أن تقول في سجودك هذا: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، أو ما شئت من أدعية السجود. أما إذا لم تكن على وضوء فيستحب أن تقول 3 مرات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ختم القرآن. لقد أنزل الله هذا الكتاب ليكون تربية دائمة لأتباع هذا الدين، ودعانا إلى تلاوته بقوله تعالى: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن الله يأجركم بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكان بعض الصالحين يختم تلاوة القرآن 3 مرات، وبعضهم يختمه 10 أيام، ولكن يرى علماء المسلمين أفضلية ختمه 1 في كل شهر، فقد كان أكثر الصحابة والتابعين يفعلون ذلك. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، ناصيتنا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جنات النعيم، ودارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، برحمتك يا أرحم الراحمين. تفسير القرآن. عندما كان القرآن ينزل بواسطة الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان العرب يفهمونه مباشرة لفصاحتهم وأنه نزل بلسانهم، وكانوا إذا اشتبه عليهم شيء يسألون عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يكونوا يسألونه إلا عن الذي يلزمهم فقط، فبقي مقدار منه لم يعرف تفسيره في ذلك العصر. ولما انتشر الإسلام في بلاد غير عربية دعت الحاجة إلى تفسير القرآن، فقام بعض علماء المسلمين بكتابة التفسير. وقد ورثنا من الأقدمين كثيرا من التفاسير، منها المطول الذي يقع في 30 مجلدا وأكثر، ومنها المختصر الذي يمكن أن تضعه في جيبك، كما أن منها ما يهتم بالفقه والأحكام، ومنها ما يهتم باللغة والقواعد، ومنها ما يهتم بالسير والتواريخ وأسباب النزول وهكذا. ومع ما في تلك التفاسير من معلومات غير دقيقة أحيانا من علوم تلك الأزمنة، فإنها في الجملة كبيرة القيمة في فهم معاني القرآن. وتختلف آراء الناس في تفسير القرآن الكريم، فمنهم من لا يعتمد على كلام القدماء ويفسر نفسه غير متقيد بشيء، وهذا أمر خطير، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. ومن الناس من يقرأ كتاب الله بدون محاولة لفهم المعنى، وهذا أيضا غير صواب، لأن الله أمرنا أن نتدبر القرآن، والطريقة الصحيحة هي أن نجتهد في فهم معاني القرآن الكريم تبعا لقواعد اللغة العربية فيما هو سهل واضح، وأن نرجع إلى العلماء أو إلى كتب التفسير المعتمدة. حاشية:
كتفسير الطبري وتفسير ابن كثير وزاد المسير في علم التفسير وفي ظلال القرآن. انتهى. عود إلى الأصل فيما يصعب علينا فهمه، ولكن لا يجوز أن نتعرض لأن نفتي غيرنا في مسائل التفسير إلا إذا وصلنا لدرجة كبيرة من العلم، فهي مسؤولية خطيرة. والله تعالى يدعونا لمحاولة الدراسة والتفهم الشخصي والاستفادة بقوله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أثر القرآن في العالم. هذا الكتاب المبين هو معجزة الإسلام الكبرى، تركيبه عجيب ومعانيه دقيقة وأخباره صادقة. أخبر عن الماضي البعيد فلم يعارضه شيء، وأخبر عن الحاضر في وقته فكان خير نظام وخير أدب وخير تشريع للدولة، وأخبر عن المستقبل والغيب فتحقق ما قاله بعد نزوله بمئات السنين، وطابق أحدث المخترعات الجديدة، ولا زالت فيه أعاجيب لم يصل إليها العلم الحديث. والذين آمنوا بدين الإسلام تأثروا بالقرآن حيث إنه دستور حياتهم، فأصبحت تعاليمه سارية على نصف سكان الأرض لمدة قرون طويلة، هم وأولادهم ومن جاء بعدهم. فهو الذي كون لنا العادات التي نسير عليها، وهو الذي حفظ اللغة العربية من الضياع وبقيت مفهومة في جزء كبير من العالم، فلم تذهب معالمها بمرور الزمن كما تشعبت اللغات الأخرى كاللاتينية مثلا في أوروبا، وصارت لغات كثيرة لا يفهم بعضها بعضا. وهو الذي رسم خطوط الحضارة للعرب ثم نقلتها عنهم الأمم الأخرى، فهو بحق أستاذ البشر كلهم المؤمن به منهم وغير المؤمن. ومع أن المدنية الحديثة لم تعد تخضع للدين، إلا أن أثر القرآن لا يزال هو أقوى شيء في أمن الناس ومعاملاتهم وسائر شؤون حياتهم. جمع القرآن وتدوينه. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، فكان هناك كتاب للوحي منهم علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان ومعاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن، فكتب كله وراجعه معه جبريل عليه السلام عدة مرات، إلا أنه لعدم توفر الورق كانوا يكتبون على عظام أكتاف الجمان وأضلاعها وقطع الجلود وجريد النخل ونحوها. وكان المسلمون ينقلون الصور في مثل هذه الأشياء المتفرقة الكبيرة الحجم، فكانت سورة البقرة مثلا لا تحفظ إلا في حجرة كبيرة. وإنما كان الاعتماد الأكثر على حفظ الصحابة للقرآن في صدورهم غيبا. فلما جاءت حروب الردة ومسيلمة الكذاب قتل عدد كبير من حفاظ القرآن وهم يجاهدون في سبيل الله، فأشار عمر بن الخطاب على الخليفة أبي بكر رضي الله عنهما أن يكلف رجالا بجمع القرآن، فكلفوا زيد بن ثابت ومعه جماعة بالقيام بذلك، وقاموا فعلا بهذا العمل العظيم، فجمعوه في الصحف وحققه الصحابة، وأجمعوا على مطابقته لما في السطور والصدور بدقة وأمانة لا يعرف التاريخ لها مثيلا. فلما كانت خلافة عثمان رضي الله عنه اختلف الناس في لهجات القرآن وقراءاته، لأن قبائل العرب كانت تقرأ بلهجاتها الخاصة، وكان الرسول يسمح لهم بذلك تسهيلا عليهم في بدء نزول القرآن كما علمه جبريل عليه السلام. فكان أهل البصرة يأخذون بقراءة أبي موسى الأشعري، وأهل الكوفة يأخذون عن عبد الله بن مسعود، وأهل دمشق يعتدون بقراءة أبي بن كعب، وأهل حمص يوافقون قراءة المقداد بن الأسود. فلما كانت خلافة عثمان رضي الله عنه
أشار عليه حذيفة بن اليمان بتوحيد هذه القراءات حتى لا يختلف المسلمون بسببها كما اختلفت اليهود والنصارى، فطلبوا المصاحف التي أمر بجمعها أبو بكر وعمر، وأعادوا تدوينها مع المقارنة بالمصاحف التي في عواصم الدولة الإسلامية، ووحدوا قراءتها على لغة قريش وهي التي نزل بها القرآن، ثم أمر بإحراق ما عداها من المصاحف الخاصة، ووزع من النسخ الجديدة على البلاد، فهذا هو الذي يسمى الآن مصحف عثمان أو المصحف الإمام. حاشية: يجب التفريق بين قولنا مصحف عثمان نسبة إلى الخليفة عثمان بن عفان، وبين كلمة بخط الحافظ عثمان وهو خطاط تركي، كما يجب التفريق بين أبو حفص عمر ابن الخطاب وقراءة حفص وهو أحد علماء القراءات المتوفى سنة 246 من التابعين. انتهى. عود إلى الأصل. وفي عهد عبد الملك بن مروان أمر الحجاج بن يوسف بوضع النقط والشكل على حروف المصحف، وتوالت جهود المسلمين بعد ذلك فنظموا الأجزاء والأرباع والسجدات حتى أصبح المصحف في الشكل الذي نراه الآن. وقد أجمع المحققون في العالم من مسلمين وغير مسلمين على أن القرآن هو أصح الكتب في العالم، فلم يحصل فيه تبديل ولا تحريف، وصدق الله إذ يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تسجيل القرآن: يجوز تسجيل القرآن على الأجهزة الحديثة المعروفة، ولكن بشرط ألا يختلط بغيره من كلام الناس والأغاني، ولا يذاع معها ولا فيما بينها، تكريما له عن أن يكون لهوا كهذه الملاهي. قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وتوجد اسطوانات عليها تسجيلات وترتيلات مجودة لبعض القراء، كما توجد تسجيلات كاملة للقرآن كله على أشرطة مخصوصة. وقد كان أول تسجيل كامل للقرآن المرتل صادرا عن مؤلف هذا الكتاب عندما كان مديرا لمعارف قطر قبل أن تفكر أي دولة في ذلك. وقد أهديت نسخة منه لمكتبة الأزهر الشريف سنة 1376 هجرية، ونسخة لمكتبة معارف قطر كانت تقع في 15 قرصا. وقد أشيع أن بعض الدول الاستعمارية بمعاونة اليهود تقوم بطبع قرآن مختصر الغرض منه تحريف الإسلام وحذف الآيات التي فيها ذكر الجهاد وذم اليهود، فأعلنت الجمهورية العربية المتحدة عن مسابقة بين القراء لترتيل القرآن، وقد فاز فيها الشيخ محمود خليل الحصري، وصدرت أول مجموعة من اسطوانات القرآن المرتل سنة 1380 للهجرة، وعددها 44 اسطوانة، تباع وتهدى إلى كافة أنحاء العالم، فقضت بذلك على تلك الخطة الخبيثة، وحفظ الله كتابه من التحريف. ونظرا لما في استعمال الاسطوانات من صعوبة وما يتعرض له سطحها من تلف وتجريح، فإننا نوصي بنقل هذه الاسطوانات على أشرطة بعد حذف مقدماتها، فيصبح من السهل الانتفاع بها. والواقع أن هذه التلاوة المرتلة تبعث في النفس الخشوع وفيها أثر الإخلاص، فضلا عن خلوها من الأخطاء وبعدها عن الرياء. تعليم القرآن: إن تعليم القرآن هو أشرف عمل في هذه الحياة، لأنه تنوير عقول الخلق بنور الله مباشرة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وينبغي أن يكون تعليم القرآن احتسابا ومجانا لوجه الله تعالى، فلا يؤخذ عليه أجر. وكذلك الأعمال التي تتصل بالعبادة كتعليم الدين والأذان والإمامة والوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتجهيز الميت وحمله ودفنه،
وقد قال بعض العلماء إنه يجوز للرجل المنقطع لوظيفة من هذه الوظائف أن يأخذ من مال الدولة ما يساعده على الحياة، ولكن بشرط ألا يطلب من الناس شيئا ولا يشتري بآيات الله ثمنا. ومما يؤسف له أن معظم الدول الإسلامية قصرت في رعاية هذه الشؤون، فاحتاج القائمون بهذه الأعمال إلى ضرورات الحياة وأصابهم الفقر والضر، فنزلت درجتهم في نظر الناس كثيرا. ولكن يجب علينا أن نعرف حق العاملين وأهل القرآن ونطالب بإنصافهم، لأن في ذلك رفعا لقدرهم وإعزازا لكرامة الدين. نعم، إن تعليم القرآن والعلوم الشرعية هو أرقى عمل في هذه الحياة، وما عند الله خير وأبقى. والأفضل أن يقرأ القرآن من البقرة إلى الناس على ترتيب المصحف، وأما الابتداء في التعليم من آخر المصحف نحو أوله فقد استحسنه العلماء. فضل القرآن. القرآن الكريم هو كلام الله تعالى الذي أوحاه إلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فكان معجزة خالدة في صدق الدعوة وقوة الإقناع، وكان ولا يزال دستورا خالدا على مر الأيام صالحا لتنظيم شؤون الحياة في كل زمان وكل مكان. لا تنقضي عجائبه ولا يمله الإنسان مع كثرة الترداد، وقد رغبنا الله تعالى في تلاوته وتدبر معانيه في آيات كثيرة. الآيات، قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال تعالى: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وقال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وقال تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بعض الأحاديث الشريفة، قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حاشية: رواه مسلم من حديث أبي هريرة. انتهى. عود إلى الأصل. وقال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. حاشية: متفق عليه من حديث عائشة. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. حاشية: حديث صحيح، أخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود، وقال: هذا حديث حسن صحيح. انتهى الوجه الأول. وقال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. حاشية: أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمر، وإسناده حسن. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. حاشية: أخرجه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. انتهى. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن،
وممن يهدون بالحق وبه يعدلون. حفظ القرآن. أكمل درجات المسلم أن يكون حافظا لكتاب الله تعالى، بمعنى أن تكون الآيات محفوظة في عقله وقلبه بترتيبها وصحتها كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن ربه عز وجل، وبحيث يستعيدها الإنسان من ذاكرته متى شاء دون حاجة إلى المصحف. وهذا النوع من الحفظ في الصدور هو الذي أوصل إلينا القرآن سليما من الضياع والتحريف عبر القرون. فقد مرت على المسلمين عصور تعذر فيها التدوين، وأماكن تعذر فيها حمل المصاحف كما نشاهد اليوم في بعض البلدان الشيوعية، فأصبح الاعتماد على ما حفظه حفاظ القرآن كما حصل في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما. كما يسن في الصلاة أن يقرأ المصلي بسورة أو آية من حفظه بعد فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين من كل صلاة. وكما أن كثيرا من الأدعية الجيدة هي آيات من كتاب الله، وفي القرآن الكريم أحكام شرعية ومواعظ جليلة تتمثل في آيات معينة منه، ويدل الاستشهاد بها على كمال عقل المتكلم بها وحسن منزلته الأدبية. وهذا ما جعل غير المسلمين ينقلونها ويحفظونها ويسوقونها في حديثهم وكتاباتهم لما فيها من روعة وجلال. لهذا كله وجب عليك أيها المسلم أن ترتب على نفسك شيئا من القرآن الكريم تحفظه كل يوم أو كل أسبوع عن ظهر قلب، حتى تجد في النهاية أنك حفظت مقدارا لا بأس به. وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعين قائدا لإحدى الغزوات، فجعل يسأل كل واحد من أصحابه عن مقدار حفظه قائلا: ما معك من القرآن؟ فيقول الواحد منهم: معي آية كذا أو سورة كذا. حتى قال أحدهم: معي سورة البقرة. قال: اذهب فأنت أميرهم. حاشية: في إسناده نظر. انتهى. وذلك لاحتواء هذه السورة الطويلة على كل ما يلزم للقائد من شؤون الحرب والسياسة والقيادة والعدل والرحمة وشؤون الدنيا والآخرة. كيفية الحفظ: اقرأ آية واحدة أو آيات قليلة ثم انقلها في ورقة خارجية ثم كررها لنفسك، ثم اقرأها غيبا حتى ترى أنها ثبتت في ذهنك، واطلب من زميل لك أن يسمعها لك من المصحف، فربما تكون قد أخطأت فيها خطأ، ثم اجعلها من تلاوتك في الصلاة بعد ذلك حتى ترى أنها قد ثبتت عندك، وخذ بعدها مجموعة أخرى واربطها بها، وهكذا. ومن عجيب بركات القرآن أنك حين تشرع في ذلك ستكتشف أنك تحفظ آيات كثيرة ما كنت تظن أنك تحفظها كلها، فتشعر بسرور وانشراح عظيمين. الباب الثاني: تعريف التجويد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. التجويد هو الفن الذي نتعلم به صحة النطق بحروف القرآن الكريم ومعرفة أحوال الوقوف على آياته. الغرض منه حفظ اللسان عن الخطأ في تلاوة القرآن. والأبواب الرئيسة هنا هي أحكام المد وأحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام عامة. أحكام المد: تعريف المد هو إطالة الصوت بحرف من الحروف، حروفه الألف والواو والياء. أسبابه: هو ضرورة صوتية لكي يظهر جمال الكلام، وهو قسمان: واحد المد الطبيعي، اثنان المد غير الطبيعي. أولا المد الطبيعي هو المد المعتاد الذي لا يكون بعد حرف المد فيه همز ولا سكون، مثل قال، كان، لإيلاف، الله، ما له، سيصلى. ونلاحظ أن ذلك في حالة الوصل، أما في حالة الوقف فإنه يكون مدا عارضا للسكون.
وأكثر المدود في القرآن من هذا النوع السهل، وحكمه أن يمد حركتين قدر ثانية واحدة كما تقول واحد اثنان. ثانيا، المد غير الطبيعي، وهو الذي يقع بعد حرف المد فيه همز أو سكون، فإن وقع بعد حرف المد فيه همز سمي متصلا أو منفصلا، وإن وقع بعد حرف المد فيه سكون سمي لازما أو عارضا للسكون. المد المتصل والمنفصل. إذا جاء بعد حرف المد همز يلزمنا أن نزيد المد قليلا، لأن الهمزة تخرج من آخر الحلق، فنجعل المد أربع حركات بمقدار ما نعد واحد اثنين ثلاثة أربعة، ويجوز أن نزيدها إلى خمس أو ست حركات حاشية، هذه الحركات تقريبية وتقديرية، ثم إن القارئ يسرع بها أو يبطئ حسب مستوى القراءة. انتهى. مثال: يا أيها إنا أوحينا قولوا آمنا. وهذا النوع يسمى مدا منفصلا، لأن المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى. مثال آخر: ولو شاء ربك قائمة سيئة وجوه. وهذا النوع يسمى مدا متصلا، لأن المد والهمز كلاهما في كلمة واحدة. تمرين: واحد، اقرأ لنفسك سورة التين واكتب مدودها الطبيعية في ورقة خارجية. تمرين اثنين، ضع خطا خفيفا بالقلم الرصاص تحت المدود الطبيعية في الآيات الآتية: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. تمرين ثلاثة، اقرأ لنفسك سورة القدر واكتب في ورقة خارجية ما فيها من مد يتبعه همز أي متصل أو منفصل. تمرين أربعة، ضع خطا خفيفا بالقلم الرصاص تحت المد المتصل أو المنفصل في الآيات الآتية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. المد اللازم هو كل مد يتبعه ساكن، فيحسن أن نمده ست حركات ليظهر المد بوضوح. مثاله: قاف والقرآن المجيد، أصلها حسب السماع قاف، نون والقلم وما يسطرون، نحن نسمعها نون، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب، أصلها ألف لام ميم. مثال آخر: الحاقة، أصلها الحاققة، الطامة، أصلها الطاممة، قل أتحاجوننا في الله، أصلها أتحاجوننا، ولا الضالين، أصلها الضالين، وهكذا. المد العارض للسكون
هو كل مد طبيعي ستقف بعده عن القراءة ويكون غالبا في نهاية الآيات. مثاله: فسبح باسم ربك العظيم إن الله قوي عزيز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فيهما من كل فاكهة زوجان. ويجوز أن نمده من حركتين إلى 6 حركات حسب حالة القراءة. هامش: في قراءة الإنسان لنفسه يكون المد العارض للسكون حركتين، وفي تسجيلات القرآن المرتل نجده نحو 4 حركات، وفي تلاوة قراء الإذاعة الآخرين قد يصل إلى 6 حركات. انتهى. تمرين 1: ضع خطا خفيفا تحت المد اللازم فيما يأتي. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. حامين: تنزيل من الرحمن الرحيم. طاسين: تلك آيات الكتاب. فإذا جاءت الطامة الكبرى. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. تمرين 2: اقرأ فاتحة الكتاب لنفسك وقل لأستاذك كم فيها من مد لازم. تمرين 3: اقرأ سورة التين وبين ما فيها من مدود عارضة للسكون. تمرين 4: اقرأ سورة الليل وبين ما فيها من مدود. تمرين 5: كم مدا عارضا للسكون في سورة المرسلات. هامش: هناك تفريعات أخرى لأحكام المد لم نجد ضرورة لذكرها في هذا المستوى. انتهى. الباب 3: أحكام النون الساكنة والتنوين. هامش: يدخل التنوين في هذا الباب لأنه في النطق نون ساكنة. انتهى. مقدمة: لقد دعانا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نتغنى ونترنم بالقرآن مع مراعاة الخشوع وعدم اللعب به. وأحكام هذا الباب تضبط طريقة الترنم هذه بحيث تجعل للتلاوة عذوبة وموسيقى سهلة مقبولة بإدخال بعض الحروف المتشابهة والمتقاربة في بعضها البعض بدون تضييع لها ولا إفساد للمعنى. وينقسم إلى 4 أقسام: 1: الإظهار. 2: الإدغام. 3: الإخفاء. 4: الإقلاب. الإظهار هو إظهار النون الساكنة أو التنوين بوضوح في النطق، ويحدث ذلك إذا جاء بعدها أحد هذه الحروف: الهمزة، الهاء، العين، الحاء، الغين، الخاء. وذلك لأن حرف النون ينطق من أول الفم، وهذه الحروف تنطق من آخر الفم، فلا تقارب بينهما. ويجمعها هذا البيت: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. مثال: الهمزة: كتاب أنزلناه عوجا أولئك بسلطان إلا. الهاء: على علم هدى. إن هذان لساحران ولكل قوم هاد. العين: أجرا عظيما. وإن عدتم عدنا. أنعام وحرث. الحاء: عليم حكيم. من حمل ظلما. ينحتون من الجبال بيوتا. الغين: عفوا غفورا. بقرآن غير هذا. الخاء: لطيفا خبيرا. من خير. وإن خفتم. الإدغام هو جعل النون الساكنة مع الحرف الذي يليها كحرف واحد في النطق. هامش: بعد قلب النون حرفا مماثلا لما بعدها إن كان غير النون من الأحرف المذكورة،
فإن كان ما بعدها نونا تضغم في النون انتهى. ويقول ذلك إذا وقعت قبل الحروف الآتية: يا را ميم لام واو نون، وذلك لتقارب مخارجها في مقدم الحلق. مثال الياء: ومن يعمل يهدي من يشاء إن يشأ يرحمكم، الراء ثمرة الرزق من ربهم رؤوف الرحيم. هامش: الإدغام مع الراء واللام يكون بغير غنة، ومع الأربعة الباقية يكون بغنة، والغنة هي الصوت الذي يخرج من الأنف مع النطق انتهى. الميم: لأجل مسمى رحمة من ربك ملوما مدحورا. اللام: فعال لما يريد فسلام لك مخلصا له الدين. الواو: قائم وحصيد رحيم ودود خير وأحسن تأويلا. النون: إن نشأ كتابا نقرأه عذابا نكرا. تمرين واحد: اقرأ 10 آيات من سورة الإنسان وسجل في ورقة أخرى ما فيها من مواطن الإدغام. تمرين 2: اقرأ سورة العلق وسجل ما فيها من مواطن الإظهار. تمرين 3: ضع خطا تحت مواضع الإدغام فيما يأتي. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. تمرين 4: ضع خطا تحت الإظهار فيما يأتي. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به. تمرين 5: تصفح كتاب الله واستخرج 3 آيات فيها إدغام. تمرين 6: تصفح كتاب الله واستخرج 3 آيات فيها إظهار. الإقلاب: هو قلب النون الساكنة أو التنوين ميمة إذا كان بعد أحدهما حرف باء، والسبب في ذلك تقاربهما وأن حرف الباء أقوى لاجتماع الشفتين على تكوينه. مثاله: ينبغي مشاء بنميم من بعدهم. الإخفاء: هو نطق النون الساكنة أو التنوين بشكل متوسط بين الإظهار والإدغام إذا جاءت بعدها الحروف الآتية: صاد، ذال، ثاء، كاف، جيم، شين، قاف، سين، دال، طاء، زاي، فاء، تاء، ضاد، ضاء، وهي 15 حرفا مجموعة في أوائل كلمات البيت الآتي: صف ذا ثنا كم جاب شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. مثال: ينطق عفوا قديرا، إن جاءكم فمن تبعك. تمرين 1: ضع خطا خفيفا تحت مواطن الإقلاب فيما يأتي. أم بورك من في النار ومن حولها
مشاء بنميم عتل بعد ذلك زنيم. اقرأ 20 آية من سورة المعارج وبين مواضع الإخفاء فيها. هامش: يلاحظ وصل الآيات حتى يظهر ما فيها من أحكام التجويد. انتهى. تمرين 6: ضع خطا تحت مواطن الإدغام والإخفاء فيما يأتي مبينا السبب. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. تمرين 3: ائتي بثلاث آيات فيها إقلاب. تمرين 4: بين أماكن الإظهار والإدغام والإخفاء في الآيات الآتية. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. هامش: سورة فاطر الآيات 5 و6 و7. الباب الرابع: أحكام عامة. حكم الميم الساكنة الإظهار. إذا وقع بعدها أي حرف من حروف الهجاء غير الباء والميم مثل أم لكم سلطان، إنكم إذا، إنكم وما تعبدون، يمشون. الإخفاء بغنة إذا وقع بعدها حرف الباء مثل تعرفهم بسيماهم يوم هم بارزون ولستم بآخذيه. الإدغام إذا جاء بعدها حرف الميم ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. إنكم ماكثون. حكم الراء التفخيم إذا كانت مفتوحة مثل بربكم يسرى وترى الجبال، أو مضمومة مثل روح القدس نصر الله، أو ساكنة مثل حتى زرتم قرآنا عربيا، وقبلها مضموم أو مفتوح مثل وزرع ونخيل بردا وسلاما. هامش: وتفخم كذلك في قليل من الكسور مثل من كل أمر. الترقيق إذا كانت مكسورة غالبا أو كانت ساكنة وقبلها مكسور مثل فبئس القرين بارد. لفظ الجلالة: تفخم اللام في كلمة الله إذا كان ما قبلها مضمومة مثل نصر الله رسول الله، أو مفتوحا مثل قل هو الله أحد إن الله. وترقق إذا كان ما قبلها مكسورا مثل بالله وينجي الله من عند الله. الإدغام العام لكل حرفين من نوع واحد مثل اذهب بكتابي يوجه يدرككم، ولكل حرفين متجانسين في مخرجهما أو متقاربين.
هامش معلوم أن الإدغام يسبقه إبدال الحرف الأول حرفا مماثلا للثاني انتهى. قد تبين اركم معنا يلهذ ذلك ومثل وقل رب أدخلني ألم نخلقكم، وهذا شيء يفعله القارئ من نفسه لأنه أسهل على اللسان وأفضل في النطق. اللحن هو كل نطق أو تشكيل يغير معنى القرآن الكريم، هامش ومثله الحديث الشريف والأذان انتهى. وذلك حرام طبعا، مثل أنعمت عليهم بدلا من أنعمت، إن الله هو الرزاق بدلا من الرزاق، حي على الصلاة بدلا من حي على، حي على الفلاح بدلا من الفلاح، القلقلة وهي اهتزاز الحرف بإمالته نحو حركة ما بعده، وتكون في حروف قاف طاء باء جيم دال، إذا وقعت ساكنة مثل اقتربت الساعة يبغونكم الفتنة عتيد فاجتنبوا الرجس أفتطمعون. الابتداء والوقف والوصل. الابتداء هو الشروع بالقراءة ابتداء أو بعد السكوت في أثناء القراءة، والوقف هو قطع النطق إما مؤقتا أو نهائيا، ولكل منهما أحكام. فالابتداء التام هو البدء بما ليس له علاقة بما قبله لفظا أو معنى، كالابتداء بقوله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. والابتداء الحسن أو الكافي هو البدء بما له علاقة بما قبله في المعنى، ولكن يكون معناه حسنا إذا ابتدأ به، كقوله تعالى ولما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. أما الابتداء القبيح فهو الابتداء بما يفسد المعنى لشدة تعلقه بما قبله وهو غير جائز، كقوله وما نحن لك بمؤمنين، وقولك والبغي يعظكم. الوصل يحسن عند انقطاع النفس أن تصل الكلام بما قبله، إن كان لا يحسن البدء بهذا الكلام، كأن تقول مثلا وينهى عن الفحشاء ثم تقف اضطرارا ثم تعود فتقول وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والوقف التام هو ما يتم به الكلام لفظا ومعنى، مثل وأولئك هم المفلحون. والوقف الحسن هو ما يحسن الوقف عليه، ولكن الأحسن وصله بما بعده، مثل الحمد لله ثم تعود فتقول الحمد لله رب العالمين. انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب. الوقف القبيح هو ما يقبح الوقوف عليه وقوفا نهائيا لشدة تعلقه بما بعده، ويفسد المعنى بالوقف عليه، كالوقف على كلمة الإنس والصلاة والمصلين في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس ولكن قل إلا ليعبدون، لا تقربوا الصلاة ولكن قل وأنتم سكارى، فويل للمصلين ولكن أكمل الذين هم عن صلاتهم ساهون. فيلزم الوصل بين هذه الكلمات وما بعدها عند الابتداء خوفا من إفساد المعنى بالوقف عليها والابتداء بما بعدها. هامش ويرى بعض العلماء أنه لا كراهة مطلقا في الوقف على رؤوس الآيات كما هو مرسوم في المصحف، لأن الرسول وقف عليها.
انتهى. اصطلاحات الوقف والوصل. وقد عني علماء رسم الكلمات بهذه المسائل فوضعوا اصطلاحات معلومة في آخر الصفحات من أكثر المصاحف، فيحصل بالطالب الرجوع إليها للاستفادة منها وإن كان بعضهم قد بالغ فيها. الغنة. يلزم غن التنوين والنون المشددة والساكنة. وإن نكثوا أيمانهم صفا صفا آيات محكمات، كما تغن الميم الساكنة المدغمة في مثلها في حرف الباء مثل لهم ما يشاءون أنبهيهن. صحة النطق. يجب إخراج اللسان في نطق الثاء والذال والظاء. هامش. أي وضع طرفه بين الأسنان المتقدمة في الفم. انتهى. كما يجب تعطيش الجيم في غير مبالغة، والتعود على نطق الضاد حتى لا تشتبه بالدال، والتعود على نطق الصاد حتى لا تشتبه بالسين، وهذا أمر يفيد فيه السماع والتدريب. كما يجتنب النطق بطريقة الأمم الأخرى في الجيم وإبدال القاف همزة أو غينة ونحو ذلك خوفا من تحريف كلمات القرآن عن مواضعها، فمثلا يختلف معنى الذين عن الذين، ومعنى الآدر عن القادر، ومعنى الرزاء عن الرزاق، والسوء عن السوق إلى آخره. ولنذكر ما وصف الله به هذا القرآن في قوله لسانا عربيا غير ذي عوج، على أن بعض الشعوب تبالغ في الاحتراز بشكل يجعل الكلمات العربية مشكلة يصعب نطقها وكتابتها. ومن أمثلة ذلك ما قرأته في صحيفة توزع بأوروبا، وقد كتب المحرر كلمة ذو الحجة هكذا ذو الهجة، وكان يسعه أن يكتب هكذا هجة. تمرينات على الباب الرابع. تمرين واحد. اقرأ الآيات الآتية مع مراعاة ما فيها من غنة ومد. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. تمرين رقم 2. ضع خطا خفيفا تحت مواضع الوقف الحسن وخطين تحت مواضع الوقف القبيح فيما يلي: بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. تمرين 3. اقرأ هذه الآيات مبينا حكم لفظ الجلالة ولاحظ
أن تخرج الحروف من مخارجها الصحيحة. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. تمرين 4. علم على مواطن القلقلة وأحكام الراء فيما يأتي. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. تمرين 5. اقرأ هذه الآيات موضحا ما فيها من أحكام الميم. عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إملاء المصحف. كان تدوين المصحف الكريم أول الأمر بدون ترقيم الآيات وبدون تشكيل ولا نقط للحروف، ومع ذلك كانوا يقرؤون قراءة صحيحة بسبب كثرة الحفاظ وسلامة الفطرة. فلما اتسعت الفتوح ودخل في الإسلام غير العرب دعت الحاجة إلى التدقيق في النسخ والقراءة، فنشأ علم الإملاء والوراقة وهو فن الكتابة وما يتصل به، ونشأ علم التجويد وهو فن الأداء الصحيح للتلاوة. وفي الفترة التي تم فيها جمع القرآن وتدوينه تحت إشراف الدولة الإسلامية وأئمة الهدى كانت قواعد الإملاء على الشكل الذي نراه حاليا في المصاحف، ولم يجرؤ أحد على تغييره خوفا من تحريف كتاب الله، مع أن الإملاء المعتاد قد طرأ عليه تعديل مع تطور الأزمان. وهذا هو السبب فيما يلاحظه المبتدئ من صعوبة يسيرة في قراءة المصحف. فمثلا الرحمن نحن نكتبها الرحمن، السماوات نحن نكتبها السماوات، الصلاة نحن نكتبها الصلاة، الزكاة نحن نكتبها الزكاة، أيها الثقلان نحن نكتبها أيها، لا أذبحن، ألف لام ميم لام ميم، حاميم حاميم،
ولما كان الأصل في أخذ القرآن أن يكون بالتلقي خلفا عن سلف، فعند ذلك يستطيع المبتدئ إدراك الفرق بين الرسم القديم والإملاء الحديث. رموز المصحف. وقد اهتم كتاب المصاحف كذلك بوضع الإشارات التي تخدم تلاوة القرآن وترشد القارئ إلى مواضع الوقف الجائز والممنوع، وإلى بعض أحكام التجويد كالإدغام والتنوين ونحوها، ومن أمثلة ذلك: ميم علامة الوقف اللازم، طاء علامة الوقف المطلق أي أن الوقف أحسن، جيم علامة الوقف الجائز الذي يستوي مع الوصل، صاد علامة الوقف المرخص به بسبب، صلي علامة على أن الوصل أولى من الوقف، لا علامة عدم الوقف، قلي علامة على أن الوقف أولى، سين علامة سكتة على الحرف. ومثل هذه الرموز مبينة في الصفحات الأخيرة لمعظم المصاحف على اختلاف فيها، ويحسن الإلمام بها. يدل على الإخفاء في الضم نقط، يدل على إظهار التنوين، يدل على الإدغام مع تجديد الحرف التالي نقط، علامة على السكون. تقسيمات المصحف. المصحف كتاب متكامل، وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس مواضع السور فقط، وكانت المصاحف الأولى مجردة من التجزئة، فلما امتد الزمن بالناس وزالت العناية بالقرآن قسمه القراء والخطاطون إلى 30 جزءا، وقسموا كل جزء إلى 8 أقسام، سموا كل قسم منها ربع وهو يعادل صفحتين تقريبا، وزاد بعضهم فوضع علامة على كل 10 آيات وسماها 10 إلى آخره، ويقول بعض العلماء بجواز ذلك ويقول بعضهم بكراهته. والواقع أن هذا التقسيم أفاد الناس ويسر تناول القرآن الكريم وتلاوته، خصوصا في صلاة التراويح، حيث يستطيع الإمام أن يختم القرآن في الليالي 30 من شهر رمضان. وقد حسبت سور القرآن فإذا هي 114 سورة، وعدد آياته 6236 آية، على خلاف يسير في بعض المصاحف. المكي والمدني. لقد نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما أي مقسما خلال 23 عاما تقريبا، وفي مناسبات مختلفة، فنزل بعضه في مكة يسمى بالمكي، ونزل بعضه في المدينة ويسمى بالمدني. والذي نزل في مكة يتميز بأنه قوي الألفاظ، قصير الفقرات، يدور في معظمه حول التوحيد أو التهديد أو وصف الجنة والنار كأكثر سور جزء عامة، لأن ظروف الدعوة كانت تستدعي هذا، كقوله تعالى: تبت يد أبي لهب وتب، وقوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. والذي نزل بالمدينة يتميز بأنه طويل فقرات، يدور حول القصص وأحكام الشريعة وتنظيم الدولة والدعوة إلى الرحمة والتسامح، ذلك لأن ظروف الدعوة كانت تستدعي هذا بعد أن استقرت في شكل دولة واتضحت أصول العقيدة عند الكثيرين. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. المتشابهات. اقتضت إرادة الله تعالى أن يكون كلامه الكريم معجزا للبشر، ففيه آيات تتشابه في جملتها وكلماتها، مثل قوله تعالى في البقرة: وادخل الباب سجدا وقولوا حطة، وقوله في الأعراف: وقولوا حطة وادخل الباب سجدا، وقوله تعالى في البقرة والأنعام: قل إن هدى الله هو الهدى، وقوله في آل عمران: قل إن الهدى هدى الله، وقوله تعالى في البقرة: هذا بلدا آمنا، وفي سورة إبراهيم: هذا البلد آمنا، وفي قوله تعالى في الكهف: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها، وفي السجدة ثم أعرض عنها، وقوله تعالى في آل عمران: قالت رب أنى يكون لي ولد، وفي مريم: قالت أنى يكون لي غلام. وهذه تضيف صعوبة على القارئ غيبا، ولكنها تضطره إلى دوام الانتباه بحيث لا يكون مدعاة للأداء مع الغفلة. وفي ذلك يقول بعض الحفاظ: لولا المتشابهات في القرآن لتغنى به الصبيان. انتهى كتاب التجويد وعلوم القرآن، تأليف عبد البتيع الصقر، قرأه عليكم الدكتور عبد العزيز إسماعيل. وفيما تبقى من الشريط نقدم جزءا من كتاب البرهان في تجويد القرآن، وهو مسجل لدينا كاملا على أشرطة أخرى. إليكم تسجيل كتاب البرهان في تجويد القرآن، تأليف محمد الصادق قمحاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. مقدمة. الحمد لله الذي اختار من عباده أقواما شرفهم بحمل كتابه وأوجب لهم تجويده والعمل بما فيه، وأجزل لهم العطاء والرضوان على ذلك،
سبحانه من إله كريم وهاب فضل أهل القرآن على من سواهم، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة نتخلص بها من النزغات ونعلو بها أرقى الدرجات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه والسفير بينه وبين عباده القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والقائل: من أراد أن يتكلم مع ربه فليقرأ القرآن، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين حفظوا القرآن وحافظوا عليه وجودوه وتدبروا معانيه وعلموا بما فيه من أحكام وتخلقوا بما فيه من آداب، فرضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما بعد، فيقول العبد الضعيف كثير الهفوات الراجي من ربه العفو وغفران السيئات المستعيذ به من التسميع في القول والعمل: محمد الصادق ابن قمحاوي ابن محمد الشافعي المدرس بمعهد القراءات بالأزهر الشريف. إن أفضل ما يشغل الإنسان به جوارحه كتاب الله الكريم من حفظه وتجويده وتدبر معانيه والعمل بما فيه ليكون بذلك من أهل السعادة في الدارين. هذا ولما تفضل الله علي بشرف تدريس القرآن الكريم وعلومه بالأزهر الشريف، سألني بعض من وفقهم الله تعالى لتلاوة القرآن الكريم أن أضع رسالة في تجويده تكون قريبة الفهم سهلة المنال وافية بالمقصود في غير قصر مخل ولا طول ممل، فنزلت على رغبتهم مستعينا بالله راجيا منه العون والتوفيق إلى تحقيق هذه الرغبة، وسألته وهو خير مسؤول أن يجنبني الزلل في القول والعمل، وأن ينفع به كل من تلقاه بقلب سليم، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، فهو نعم المولى ونعم النصير. وسميته البرهان في تجويد القرآن، وقد رتبته على دروس نثرية وشواهد من تحفة الأطفال والجزرية ثم اختبارات على هذه الدروس، وذيلته برسالة في فضائل القرآن الكريم. ولا يسعني في ختام هذه المقدمة إلا أن أشكر دار القرآن الكريم على ما بذلته من جهد في إخراج هذه الطبعة الجديدة بثوب جميل طباعة وتنسيقا وضبطا، والله ولي التوفيق محمد الصادق قمحاوي. توطئة: اعلم أن لكل فن مبادئ مشتهرة، وإليك مبادئ علم التجويد. تعريفه: التجويد لغة التحسين، يقال هذا شيء جيد أي حسن، وجودت الشيء أي حسنته، واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه. وحق الحرف صفاته الذاتية اللازمة له، كالجهر والشدة والاستعلاء والاستفال والغنة وغيرها، فإنها لازمة لذات الحرف لا تنفك عنه، فإن انفكت عنه ولو بعضها كان لحنا. ومستحقه صفاته العرضية الناشئة عن الصفات الذاتية كالتفخيم فإنه ناشئ عن الاستعلاء، وكالترقيق فإنه ناشئ عن الاستفال، وهكذا. حكمه: العلم به فرض كفاية، والعمل به فرض عين على كل قارئ من مسلم ومسلمة، لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها،
وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر، فإنه سيجيء قوم من بعدي يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. موضوعه: الكلمات القرآنية قيل والحديث كذلك. فضله: إنه من أشرف العلوم وأفضلها لتعلقه بأشرف الكتب وأجلها. واضعه: أئمة القراء. فائدته: الفوز بسعادة الدارين. استمداده من الكتاب والسنة. اسمه: علم التجويد. مسائله: قواعده وقضاياه الكلية التي يتوصل بها إلى معرفة أحكام الجزئيات. غايته: صون اللسان عن اللحن في كلام الله تعالى. واللحن هو الخطأ والميل عن الصواب، وهو قسمان: جلي وخفي. فالجلي خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة، سواء أخل بالمعنى أم لا، كتغيير حرف بحرف أو حركة بحركة. فالأول: كإبدال الطاء دالا أو تاء بترك الاستعلاء فيها. والثاني: كضم تاء أنعمت أو فتح دال الحمد. وسمي جليا أي ظاهرة لاشتراك القراء وغيرهم في معرفته. والخفي هو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بالعرف دون المعنى، كترك الغنة وقصر الممدود ومد المقصور وهكذا. وسمي خفيا لاختصاص أهل هذا الفن بمعرفته. والأول أي الجلي حرام يأثم القارئ بفعله، والثاني أي الخفي مكروه ومعيب عند أهل الفن، وقيل يحرم كذلك لذهابه برونق القراءة. مراتب القراءة أربع: الأولى الترتيل، وهو القراءة بتؤدة واطمئنان وإخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه مع تدبر المعاني. الثانية التحقيق، وهو مثل الترتيل إلا أنه أكثر منه اطمئنانا، وهو المأخوذ به في مقام التعليم. الثالثة الحذر، وهو الإسراع في القراءة مع مراعاة الأحكام. الرابعة التدوير، وهو مرتبة متوسطة بين الترتيل والحذر، وأفضل هذه المراتب الترتيل لنزول القرآن به. قال الله تعالى: ورتلناه ترتيلا. أسئلة: ما هو التجويد لغة واصطلاحا؟ وما حكمه؟ وما فائدته؟ وما هو حق الحرف ومستحقه؟ وما هو اللحن وما أقسامه؟ وكم مراتب القراءة؟ عرف كل مرتبة منها. الاستعاذة حكمها: هي مستحبة، وقيل واجبة عند البدء بالقراءة، وصيغتها المختارة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولها أربع حالات: حالتان يجهر بها فيهما، وحالتان يسر بها فيهما. فيجهر بها في المحافل والتعليم، ويسر بها في الصلاة والانفراد، ولها مع البسملة عند أول السورة أربعة أوجه: واحد، قطع الجميع أي الاستعاذة عن البسملة والبسملة عن أول السورة. اثنان، قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. ثلاثة، وصل الأول بالثاني مع الوقف عليه وقطع الثالث. أربعة، وصل الجميع أي الاستعاذة بالبسملة ووصل البسملة بأول السورة. وللبسملة بين كل سورتين ثلاثة أوجه: واحد، قطع الجميع. اثنان، قطع الأول
ووصل الثاني بالثالث. ثلاثة، وصل الجميع. وأما بين الأنفال وبراءة فلك الوقف والسكت والوصل. وسيأتي تعريف كل في باب الوقف والابتداء. أسئلة: ما حكم الاستعاذة وما حالاتها؟ وكم وجها لها؟ وما أوجه البسملة بين السورتين؟ أحكام النون الساكنة والتنوين: النون الساكنة هي التي لا حركة لها كنون من وعن، وتكون في الاسم والفعل والحرف، وتكون وسطا وطرفا. والتنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء لفظا وتفارقه خطا ووقفا. وأحكامها أربعة: إظهار وإدغام وإقلاب وإخفاء. واحد: فالأول الإظهار، وهو لغة البيان، واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه من غير غلة في الحرف المظهر. وحروفه ستة: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. وتكون هذه الحروف مع النون في كلمة وفي كلمتين ومع التنوين، ولا يكون إلا في كلمتين. فمثال النون مع هذه الأحرف من كلمة ومن كلمتين: ينأون، من آمن، منهم، من هاد، أنعمت، من عمل، ينحتون، من حاد، فسينغضون، من غل، والمنخنقة، ولا ثاني لها في القرآن، ومن خزي. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط. انتهى الوجه الأول. ومثال التنوين: كل آمن، جرف هار، حقيق على، عليم حكيم، قولا غير، يومئذ خاشعة. والعلة في إظهار النون والتنوين عند هذه الأحرف بعد المخرج، أي بعد مخرج النون والتنوين عن مخرج حروف الحلق. فالنون والتنوين من طرف اللسان، والحروف الستة من الحلق. ومراتب الإظهار ثلاثة: أعلى عند الهمزة والهاء، وأوسط عند العين والحاء، وأدنى عند الغين والخاء. وإليك شاهد الإظهار من التحفة قال: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق ست رتبت فلتعرفي: همز فهاء، ثم عين حاء، مهملتان، ثم غين خاء. أسئلة: ما هي النون الساكنة؟ وما هو التنوين؟ وما أحكامهما؟ وما هو الإظهار لغة واصطلاحا؟ وما هي حروفه؟ وما العلة فيه؟ وما مراتبه؟ اثنان: الثاني الإدغام، وهو لغة الإدخال، واصطلاحا التقاء حرف ساكن بمتحرك، بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان عنده ارتفاعة واحدة، أو هو النطق بالحرفين كالثاني مشددا.
وحروفه ستة مجموعة في لفظ يرملون، وهي الياء والراء والميم واللام والواو والنون، وهو قسمان إضغام بغنة، وله أربعة أحرف مجموعة في لفظ ينمو، وهي الياء والنون والميم والواو. فإذا وقع حرف من هذه الأحرف بعد النون الساكنة بشرط أن يكون من كلمتين أو بعد التنوين ولا يكون إلا من كلمتين وجب الإضغام ويسمى إضغاما بغنة. فمثال النون في هذه الأحرف الأربعة: من يقول، من نعمة، من ملجأ، من ولي. ومثال التنوين فيها كذلك: وبرق يجعلون، يومئذ ناعمة، عذاب مقيم، يومئذ واهية. ويسمون الإضغام بغنة إضغاما ناقصة لذهاب الحرف وهو النون أو التنوين وبقاء الصفة وهي الغنة. أما إذا وقعت هذه الأحرف بعد النون في كلمة واحدة فيجب الإظهار ويسمى إظهارا مطلقا لعدم تقييده بحلق أو شفة. وقد وقع هذا النوع في أربع كلمات في القرآن ولا خامس لها، وهي الدنيا وبنيان وقنوان وصنوان، ولم يدغم هذا النوع لئلا يلتبس بالمضاعف وهو ما تكرر أحد أصوله كصوان وديان، فلو أدغم لم يظهر الفرق بين ما أصله النون وما أصله التضعيف، فلا يعلم هل هو من الدني والصنو أو من الدي والصو، فأبقيت النون مظهرة محافظة على ذلك. والثاني إدغام بغير غنة وله حرفان: اللام والراء. فمثال اللام بعد النون قوله تعالى: من لدنه، ومثالها بعد التنوين: يومئذ لخبير. ومثال الراء: من ربهم، ثمرة الرزق. ويسمى هذا القسم من الإدغام إدغاما كاملا لذهاب الحرف والصفة معا. ووجه الإدغام في الحروف الستة التماثل في النون والتجانس مع الواو والياء في الانفتاح والاستفال والجهر، ومضارعتهما النون والتنوين باللين الذي فيهما لشبهه بالغنة. ولما كانت الواو من مخرج الميم أدغم فيها كما أدغم في الميم، ثم أدغم في الياء لشبهها بما أشبه الميم وهو الواو. ووجه حذف الغنة مع اللام والراء المبالغة في التخفيف. وأسباب الإدغام ثلاثة: التماثل والتقارب والتجانس، وإليك شاهد الإدغام من التحفة. والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان: قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن. أسئلة: ما هو الإدغام لغة واصطلاحا، وما حروفه، وما أقسامه، وما فائدته، وما أسبابه، وما وجه الإدغام في هذه الحروف، ولما سمي ناقصا في الناقص وكاملا في الكامل؟ ثلاثة: الثالث الإقلاب، وهو لغة تحويل الشيء عن وجهه، واصطلاحا جعل حرف مكان آخر
أي قلب النون الساكنة والتنوين ميما قبل الباء مع مراعاة الغنة والإخفاء، وله حرف واحد وهو الباء، ويكون مع النون في كلمة مثل أنبئهم، وفي كلمتين مثل أنبورك، ومع التنوين ولا يكون إلا من كلمتين مثل سميع بصير عليم بذات الصدور. ووجه الإقلاب هنا عسر الإتيان بالغنة في النون والتنوين مع الإظهار، ثم إطباق الشفتين لأجل الباء، وعسر الإضغام كذلك لاختلاف المخرج وقلة التناسب، فتعين الإخفاء وتوصل إليه بالقلب ميمة لأنها تشارك الباء في المخرج والنون في الغنة. وشاهده في التحفة قوله: والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. أسئلة: ما هو الإقلاب لغة واصطلاحا؟ وما حرفه؟ وما وجهه؟ ولما كان القلب ميما ولم يكن حرفا آخر؟ أربعة: الرابع الإخفاء، وهو لغة الستر. تقول: أخفيت الشيء أي سترته، واصطلاحا النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. وله 15 حرفا وهي الباقية بعد 6 الإظهار و6 الإدغام و1 الإغلاب، وقد رمز إليها صاحب التحفة في أوائل كلم البيت: صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالمة، وهي الصاد والذال والثاء والكاف والجيم والشين والقاف والسين والدال والطاء والزاي والفاء والتاء والضاد والظاء. وإليك الأمثلة للنون مع هذه الأحرف من كلمة ومن كلمتين، وللتنوين من كلمتين: منصورا، أن صدوكم، ريحا صرصرا، منذر، من ذكر، زراعا ذلك، منثورا، من ثمرة، جميعا ثم، ينكثون، من كل، عادا كفروا، أنجيناكم، إن جاءكم، شيئا جنات، المنشئون، لمن شاء، عليم شرع، أندادا، من دابة، قنوان دانية، ينطقون، من طيبات، صعيدا طيبا، فأنزلنا، فإن زللتم، يومئذ زرقا، انفروا، وإن فاتكم، عمي فهم، منتهون، من تحتها، جنات تجري، منضود، منضل، مسفرة ضاحكة، انظروا، من ظهير، ظلا ظليلا. ووجه إخفاء النون والتنوين عند هذه الأحرف هو أنهما لم يقربا من هذه الأحرف مثل قربهما من حروف الإدغام فيدغما، ولم يبعدا منها مثل بعدهما من حروف الإظهار فيظهر، فأعطيا حكما متوسطا بين الإظهار والإدغام وهو الإخفاء. ومراتب الإخفاء ثلاثة: أعلى عند الطاء والدال والتاء، وأدنى عند القاف والكاف، وأوسط عند الباقي،
والفرق بين الإخفاء والإدغام هو أن الإدغام فيه تشديد والإخفاء لا تشديد فيه، والإخفاء يكون عند الحرف والإدغام يكون في الحرف، والله أعلم. وإليك شاهد الإخفاء من التحفة، قال: والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها، صف ذا ثنا كم جاب شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. أسئلة: ما هو الإخفاء لغة واصطلاحا؟ وما هي حروفه؟ وما العلة فيه؟ وما مراتبه؟ وما الفرق بينه وبين الإدغام؟ مثل له بخمسة أمثلة مختلفة لكل من النون والتنوين. حكم النون والميم المشددتين: النون والميم المشددتان يجب غنهما مقدار حركتين، والحركة كقبض الإصبع أو بسطه، ويسمى كل منهما حرف غنة أو حرفا أغنى. والغنة لغة صوت في الخيشوم، واصطلاحا صوت اللذيذ مركب في جسم النون والميم، فهي ثابتة فيهما مطلقا، إلا أنها في المشدد أكمل منها في المدغم، وفي المدغم أكمل منها في المخفي، وفي المخفي أكمل منها في الساكن المظهر، وفي الساكن المظهر أكمل منها في المتحرك، وتلك مراتب الغنة. والظاهر منها في حالة التشديد والإدغام والإخفاء هو كمالها، أما في الساكن المظهر والمتحرك فالثابت فيهما أصلها فقط، ودليلها من التحفة قوله: وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدأ. أسئلة: ما هي الغنة لغة واصطلاحا؟ وما هي الحروف التي يجب غنها؟ بين مراتب الغنة ومثل لها بمثالين. أحكام الميم الساكنة: الميم الساكنة هي الخالية من الحركة، ولها قبل حروف الهجاء غير الألف اللينة ثلاثة أحكام. الأول الإخفاء، وقد تقدم تعريفه، ويكون عند حرف واحد وهو الباء، وتصحبه مع ذلك الغنة، فإذا وقعت الميم الساكنة ووقع بعدها الباء أخفيت الميم، ويسمى إخفاء شفويا لخروج حرفه من الشفة، مثل هم بارزون وإليهم بهدية. وقيل حكمها الإظهار، والإخفاء أولى للإجماع على إخفائها عند القلب. ووجه الإخفاء أنهما لما اشتركا في المخرج وتجانسا في بعض الصفات ثقل الإظهار والإدغام المحض، فعدل إلى الإخفاء. وشاهده من التحفة قوله: فالأول الإخفاء عند الباء، وسمه الشفوية للقراء. الثاني الإدغام وجوبا، ويكون عند ميم مثلها، نحو خلق لكم ما في الأرض، سواء كانت هذه الميم أصلية كما تقدم أو مقلوبة عن النون الساكنة أو التنوين، مثل من ماء مهين. ويسمى إدغام مثلين صغير، ويلزم الإتيان بكمال التشديد وإظهار الغنة في ذلك، وشاهده من التحفة: والثاني إدغام بمثلها أتى، وسميه إدغاما صغيرا يا فتى. الثالث الإظهار وجوبا من غير غنة عند بقية الأحرف، وهي 26 حرفا، ويكون في كلمة نحو تمسون، وفي كلمتين نحو لعلكم تتقون، ويسمى إظهارا شفويا. وقد نبه صاحب التحفة على هذا الإظهار
عند الواو والفاء مع دخولهما في بقية الأحرف لئلا يتوهم أن الميم تخفى عندهما كما تخفى عند الباء لاتحادها مخرجا مع الواو وقربها مخرجا من الفاء. ولا تدغم كذلك في مقاربها من أجل الغنة التي فيها، لأنها لو أدغمت كذلك في مقاربها من أجل الغنة التي فيها لأنها لو أدغمت لذهبت غنتها فكان إخلالا وإجحافا بها فأظهرت لذلك. ولا تدغم أيضا في الواو وإن تجانسا في المخرج خوفا من اللبس، فلا يعرف هل هي ميم أو نون، ولا في الفاء لقوة الميم وضعف الفاء. ولا يدغم القوي في الضعيف، ولا يسكت عليها القارئ كما يفعله بعض الناس خوفا من الإدغام والإخفاء. وإليك شاهد الإظهار من التحفة قال: والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. أسئلة: ما هي الميم الساكنة وما أحكامها؟ ولما سمي الإخفاء فيها شفويا وكذا الإظهار؟ وما الفرق بين الإدغام هنا وبينه في النون الساكنة والتنوين؟ وما وجه الإخفاء؟ وما العلة في التنبيه على الإظهار عند الواو والفاء مع دخولهما في بقية الحروف؟ مثل لكل من أحكام الميم الساكنة بمثالين. حكم لام أل ولام الفعل. لام أل هي لام التعريف، وهي زائدة عن بنية الكلمة، سواء صح تجريدها عن الكلمة نحو المحسنين أم لم يصح نحو الذي والتي. والكلام هنا على التي يصح تجريدها عن الكلمة، فلها قبل حروف الهجاء حالتان: الأولى الإظهار عند 14 حرفا مجموعة في قول صاحب التحفة: ابغي حجك وخف عقيمه، وهي الهمزة والباء والغين والحاء والجيم والكاف والواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء، وإليك الأمثلة لكل حرف: الأرض، البيت، الغفور، الحليم، الجبار، الكريم، الودود، الخبير، الفتاح، العليم، القيوم، اليوم، الملك، الهدى. فإذا وقعت اللام قبل حرف من هذه الأحرف وجب إظهارها، ويسمى إظهارا قمريا، واللام قمرية. الثاني الإدغام عند 14 حرفا مرموز إليها في أوائل كلم هذا البيت: طب ثم صل رحما تفز، ضف ذا نعم، دع سوء ظن، زر شريفا للكرم. وهي الطاء والثاء والصاد والراء والتاء والضاد والذال والنون والدال والسين والضاء والزاي والشين واللام، وإليك الأمثلة لكل حرف: الطيبات، الثواب، الصادقين، الرحمن، التواب، الضالين، الذكر، الناس، الداعي، السميع، الظانين، الزبور، الشافعين، الليل. فإذا وقعت اللام قبل هذه الأحرف وجب إدغامها، ويسمى إدغاما شمسية، واللام شمسية. وسميت اللام الأولى المظهرة قمرية على طريقة التشبيه، فشبهت اللام بالنجوم وحروف ابغي إلى آخره بالقمر بجامع الظهور في كل. وسميت اللام المدغمة شمسية تشبيها لللام بالنجم أيضا، والحروف المرموز إليها في البيت بالشمس بجامع الخفاء في كل. هذا في لام أل. أما لام الاسم الأصلية فحكمها الإظهار مطلقا، نحو سلطان وسلسبيلا وألسنتكم وألوانكم. وأما لام الفعل فيجب إظهارها كذلك ماضيا كان الفعل، نحو التقى، أو مضارعة، نحو يلتقطه، أم أمرا، نحو قل.
وهذا إذا لم يقع بعدها لام أو راء، وإلا وجب الإدغام للتماثل في اللام والتقارب في الراء نحو قل لكم قل ربي. تنبيه: أظهرت اللام في الفعل عند النون ولم تدغم فيها، لأن النون لا يدغم فيها حرف أدغمت هي فيه من حروف يرملون، فلو أدغمت لزالت الألفة بينها وبين أخواتها. أما إدغام اللام في النون من نحو الناس النار فلكثرة دورانها. ومثل لام الفعل في الإظهار لام الحرف نحو هل يستطيع بل طبع، وهذا إذا لم يقع بعدها لام أو راء كذلك، وإلا وجب الإدغام لما تقدم نحو هل لكم بل رانا، إلا أن حفصا له على لام بل رانا سكتة لطيفة والإدغام يمنع السكت. وبالمناسبة فله السكت كذلك على ألف عوجا من أول سورة الكهف، وعلى ألف مرقدنا من سورة ياسين، وعلى نون من راق من سورة القيامة، وذلك لأن الوصل من غير سكت يوهم خلاف المعنى المراد، والسكتة تدفع هذا التوهم. وإليك شاهد ما تقدم، قال صاحب تحفة الأطفال: للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فليعرفي، قبل أربع مع عشرة خذ علمه، من ابغي حجك وخف عقيمه، ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي، طب ثم صل رحما تفز، ضف ذا نعم، دع سوء ظن، زر شريفا للكرم. واللام الأولى سمها قمرية، واللام الأخرى سمها شمسية، وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. أسئلة: ما هي لام أل وكم حالة لها، ومتى يجب إظهارها ومتى يجب إدغامها، ومثل لكل بمثالين. متى يجب إظهار لام الفعل والحرف ومتى يجب إدغامها، بين ذلك مع التمثيل بين مواضع السكتات الواردة وما العاملة فيها. باب مخارج الحروف. المخارج جمع مخرج، والمخرج لغة محل الخروج، واصطلاحا محل خروج الحرف وتمييزه من غيره. وللعلماء في مخارج الحروف ثلاثة مذاهب، فذهب الخليل بن أحمد وأكثر القراء والنحويين ومنه ابن الجزري إلى أنها 17 مخرجا، وذهب سيبويه ومن تبعه كالشاطبي إلى أنها 16 مخرجا، وذهب قطرب والجرمي والفراء إلى أنها 14 مخرجا، وإليك بيان ذلك. فمن جعلها 17 مخرجا جعل في الجوف مخرجا، وفي الحلق 3، وفي اللسان 10، وفي الشفتين 2، وفي الخيشوم 1. ومن جعلها 16 أسقط مخرج الجوف وفرق حروفه، وهي حروف المد على بعض المخارج، فجعل الألف مع الهمزة من أقصى الحلق، والياء المدية مع الياء المحركة من وسط اللسان، والواو المدية مع الواو المحركة من الشفتين. ومن جعلها 14 أسقط مخرج الجوف كذلك، وجعل مخارج اللسان 8 بجعله مخرج اللام والراء والنون 1. ونحن نتبع مذهب ابن الجزري في جعلها 17 مخرجة، يجمعها إجمالا 5 مخارج، وتسمى المخارج العامة، وهي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. وإذا أردت مخرج أي حرف فسكنه أو شدده، وأدخل عليه همزة الوصل محركة بأي حركة وصغ إليه، فحيث انقطع الصوت فهو مخرجه. ومعرفة المخرج للحرف بمنزلة الوزن والمقدار، ومعرفة الصفة بمنزلة المحك والمعيار، وإليك بيان المخارج مفصلة. الأول الجوف، وهو الخلاء الداخل في الحلق والفم، ويخرج منه حروف المد 3، وهي الواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها،
والألف ولا تكون إلا ساكنة ولا يكون قبلها إلا مفتوحة، وتسمى هذه الحروف بالجوفية أو الهوائية. الثاني أقصى الحلق أي أبعده مما يلي الصدر ويخرج منه الهمزة والهاء. الثالث وسط الحلق وتخرج منه العين والحاء. الرابع أدنى الحلق مما يلي الفم ويخرج منه الغين والخاء، وتسمى هذه الستة بالحلقية لخروجها من الحلق. الخامس أقصى اللسان أي أبعده مما يلي الحلق وما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منه القاف. السادس أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى تحت مخرج القاف ويخرج منه الكاف، وهذان الحرفان يقال لهما لهويان لخروجهما من قرب اللهاء. السابع وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منها الجيم والشين والياء، وتسمى هذه الحروف شجرية لخروجها من شجر اللسان أي من فتحه. الثامن إحدى حافتي اللسان وما يحاذيه من الأضراس العليا ويخرج منه الضاد المعجمة، وخروجها من الجهة اليسرى أسهل وأكثر استعمالا، ومن اليمنى أصعب وأقل استعمالا، ومن الجانبين أعز وأعسر، فهي أصعب الحروف مخرجا. التاسع ما بين حافتي اللسان معا بعد مخرج الضاد وما يحاذيها من اللثة أي لحمة الأسنان العليا، ويخرج منه اللام، وقيل خروجها من الحافة اليمنى أمكن عكس الضاد. العاشرة طرف اللسان ومخارجه خمسة وحروفه 11 حرفا. فطرف اللسان وما يحاذيه من لثة الأسنان العليا تحت مخرج اللام قليلا يخرج منه النون المظهرة بخلاف المدغمة والمخفاه، فمخرجها الخيشوم. الحادي عشر طرف اللسان مع ظهره مما يلي رأسه ويخرج منه الراء، وهي أدخل إلى ظهر اللسان من النون، وتسمى هذه الحروف الثلاثة ذلقية لخروجها من ذلق اللسان أي طرفه. الثاني عشر ظهر رأس اللسان وأصل الثنيتين العليين ويخرج منه الطاء فالدال المهملتان. فالتاء المثناة الفوقية، وتسمى هذه الحروف نطعية لخروجها من نطع الفم أي جلدة غاره. الثالث عشر طرف اللسان مع ما بين الأسنان العليا والسفلى قريبة إلى السفلى مع انفراج قليل بينهما، وتخرج منه الصاد فالسين فالزاي، وتسمى هذه الحروف أسلية من أسلة اللسان أي مستدقه. الرابع عشر طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، وتخرج منه الظاء والذال والثاء، وتسمى هذه الحروف لثوية لخروجها من قرب اللثة. الخامس عشر بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا ويخرج منه الفاء. السادس عشر الشفتان معا ويخرج منهما الباء الموحدة والميم والواو، إلا أنهما بانطباق مع الميم والباء وانفتاح مع الواو، وتسمى هذه الحروف شفوية لخروجها من الشفة. السابع عشر الخيشوم، وهو خرق الأنف المنجذب إلى الداخل فوق سقف الفم وليس بالمنخر، ويخرج منه الغنه،